من عنابة إلى ولاية وهران التي شهدت كذلك انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة كل المواطنين. ومن هناك يلتحق بنا الزميل طاهر بالعيدوني. طاهر، كيف تسير عملية التلقيح وماذا عن إقبالية المواطنين؟ نعم، صباح الخير زميلتي علجة. نحن متواجدون الآن بحي المدينة الجديدة بوسط مدينة وهران، وفي هذا الفضاء الواسع المفتوح حي الطحطحة التاريخي. العملية تسير هنا بكل سلاسة وبكل هدوء. مواطنون في كل في وسط هذه الخيام ينتظرون دورهم كما قلت بكل أريحية. ربما السيد مدير الصحة لولاية وهران لمزيد تفاصيل. شكرا. تمر العملية؟ شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. العملية اللي كان قررها سيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العملية هذه هي اللي راح تسمح لنا باش نخرجوا من المستوصفات نتاعنا والمراكز نتاعنا اللي عندنا، يعني باش نتقربوا للمواطنين في الأحياء الشعبية كما اليوم. وهذا الشيء هذا راح يسمح لنا أولا وقبل كل شيء باش نديروا هذاك التحسيس البراغماتي، يعني التحسيس للناس، الإنسان يجي يشوف هنا الفاكسين يشوف كل شيء. وثانيا الشيء هذا راح يسمح لنا باش يتم الاستقطاب نتاع عدد هائل من المواطنين والمواطنات. نبه برك باللي الظروف اللي راهي تصير فيها التلقيح هنا هما نفس الظروف اللي عندنا على مستوى المراكز نتاعنا. الله يبارك استاذ. عفوا، ربما احد المواطنين استاذ يدرك درت التلقيح هذا وين درتها؟ شنو نقول علامه حاجه زعما نقول استقبال مليح كل شيء ما قعدت بزاف داروا لي برا كارد نعاود شنو يقولوا لك انا؟ يسقسوك لا كمر لا فيك كلاص لا فيك سكر وقت ما فيها والو داروا لي برا الحمد لله زعما استقبال مليح زعما لا ما لقيتش اشكال بصح يقول لك استنى شويه هذه تقارب باش تجي كارطه وندكوا وتروح وخطره جايه كيكون فاكس تعاود تقول تعاود شنو تولي. بارك الله فيهم. شكرا خويا. اذا هكذا على العموم العمليه تسير هنا بولايه وهران كما اريد لها، وسنلتقي ربما في مواعيد اخرى ان شاء الله بحول الله. إذا طاهر بالعيدوني، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من ولاية وهران.